لكن يا جراح الناقة ما هي مثل البعير، تعال بعلمك التدخين ما يبرل على ما البارحة يا ونصحك وتقول لي يا عم طير اسلوب خايس بس من حقك. لك وين العشم لو الربي هاد ينبك، لو يهودي منه ضير ترني بيك قد عينها خير من حمر النعم، وان كانك مصمم على التدخين ولا لك مطير عليكم بالبور والله لا يبارك في العلم. وان كانك مصمم على التدخين ولا لك مطير عليكم بالبور والله لا يبارك في العلم. ولا بغيت نغوص بالمرجان في البحر الغزير ولا تهون من القلام الزرق، دور لي قلم وما لقيت الدفتر موضع على ظهر السرير، اشتري لنا دفتر جديد ابو 300 رزم وورد نصيحة من شوير يسوقها لغلا شوير. الخال ما وصيك فيه لا غلط والعم عم، حسن التعامل يجمل الرجال في عين النظير، مثل الصبر للمارسين هواية صعودة القيمة ومطيب كلام احاول اختصره لك في موجز قصير. لرحت تبغى المطعم وجيت ولقيته مزدحم، المفروض ما تضرب هرن وان جالك الهندي يسير، حاول يكون اسلوبك مهذب وشكلك محترم، ترى الغريمه سندويش الجبنه وقطي عصير وجهه نظر وكيف تفهمها وغيرك ما فاهم.